رشا. الو، ايوه يا رشا، ازيك؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد اهلا لله، بيكي. اهلا وسهلا. انا اصلا ان انا بزعجكم، لا مفيش ازعاج انا بس خالص. كنت عايزه اتاكد من صحه الكلام بس اللي انا هحكيه. قولي تمام. قولي. انا اتطلقت من سنه، واحنا عن قصه حب تقريبا 21 سنه، بس من 6 سنين بدات حياتي تنهار تدريجيا. خلاص. انتي متجوزة بقالك كام سنة؟ 13 سنة. اوكي. تمام. فبعدين بدأ ان انا كل شوية ان انا مش عايزة ادخل الشقة. خلاص. وكل 3 4 شهور تقريبا ان انا بطفش منها، اقعد في اي مكان بس ما ارجعهاش، لدرجة ان انا ما ببقاش عايزة اعدي من الشارع اللي فيه الشقة. وبيبقى مثلا يعني قبل ما اروحها بتجيلي، لو انا عارفة ان انا رايحاها، بيجيلي حالة اكتئاب وقلبي بيبقى مقبوض، ويعني في مرات جات لي حالات من التبول اللا ارادي. تمام. جبت شيوخ كتير وقروا قران وقالوا لي ان هو معمول فيها سحر صوتي. انا مش متاكده من حاجه زي دي، وفي ناس كانت مجرد ان هي تسمع صوتي اكلمها في التليفون اساله ويقول لي اه فعلا، ويقول لي الاحداث اللي في حياتي. لغايه اخر سنه سنتين كده بدا يظهر فراش اسود كتير جدا في الشقه. بدأ الهاموش يدخل بكميات غير طبيعيه، لدرجه ان هو كان بيسيب سوري التواليت بتاعه في كل حته اكوام بشكل غريب جدا، وانا كنت لسه مبيضه وعامله عمره. كل 4 شهور بيحصل الوضع ده. لغايه اخر مره جبت حد دخل الشقه وقال لي ان العفش بتاعي مدقوق فيه مسامير في كل حته، بالرفض بقى وبالتثبيت وبالفراق. مين بيدخل شقتك غيرك؟ ما فيش حد بيدخل، بس ايوه، مدقوق. مين اللي دقق المسامير دي؟ الشغالات مثلا في نسخه بره، بس مش هقعد اقول هي عند مين. فانا شاكه ان هو ممكن يكون من ناحيتهم. الله اعلم. بس يعني اتطلقتوا طيب؟ طلقنا من سنه. هو ايه السؤال؟ ايه السؤال بقى؟ انا عايزه اعرف مدى صحه الكلام دوت، يعني هو هل ده حقيقي؟ هل ده اللي في يعني، ولا دي مثلا، ما انا مش عارفه دي ناس بتضحك عليا ولا ايه. انت انا مش رحتي عارفه. انت سبتي شقتك دي خلاص؟ انا سبتها ولسه راجعه لها من اسبوع. ها، نفس الحاجات برضو؟ بنفس، رجعت لها من اسبوع بس بعد ما نزلت عفشي كله وبيضتها وغيرت الاضاءه فيها، وسالي كل الناس مثلا اللي حواليا شكلي عامل ازاي وانا رايحاها، كانوا بيزقوني ان انا اروح، وكنت منهاره نفسيا ان انا رايحاها تاني. ها، الى حد ما دلوقتي لما عملت فيها عمره واتغيرت شويه يعني مرتاحه، بس خايفه ده يتكرر تاني. طيب، فانت بصراحه بتسالي هل ده صح ولا غلط، وتعملي ايه عشان ده ما يتكررش. بالظبط كده. شكرا شكرا يا رشا. ليكي والراشا ولكل المشاهدين، في نقاط محدده، لان عالم النار او عالم الجن عالم متسع يحتاج الى حلقات مش لردود سريعه. واحد، لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن ينكر السحر، لأنه موجود في القرآن، وبه نطق النبي العدنان وحذرنا منه وعلمنا كيف نتعامل معه. الأمر الثاني، الأخت الكريمة ما تقوله أمر جائز عقلا، يقبل عقلا. يعني إيه يقبل عقلا؟ يعني وقع مثله وسمعنا بمثله، ولا حرج في قبوله مطلقا، ولا تصادم مع عقل ولا مع نقل. الأمر الثالث يا أختي الكريمة، أنت كل ما استعنت بالشيوخ، أنا سمعت أنت استعنت بالشيوخ على راسي، وفعلت خيرا لما غيرت ديكور الشقة وعملتي، بس أنا شايف أن كان جزء منها نفسي، أن جزء أنت رافضة البيت بوجود الزوج لوجود مشاكل. طيب انا النهارده اعمل ايه؟ انصحك نعمل زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نشغل سوره البقره في البيت كله، وخليها 7 ايام ورا بعض. تقدر تقراها يكون افضل، تشغلها لا باس، نقرا على ميه ايه الكرسي 7 مرات ونرشها في الاركان عدا الشقه والحمام، نكثر من ذكر الله ومن الاستغفار المطبخ والحمام.
ماشي كده ما نرميش في المطبخ ولا في الحمام. المطبخ مظنة دوس كتير والمية يبقى عليها قرآن، والحمام احتراما للقرآن. صليتي على الحبيب صلى الله عليه وسلم في أركان البيت. ممكن نستخدم بخاخة أو ممكن نستخدم بخاخة. نقراها ازاي يعني؟ تقرأ على مية كده، تمسك دي كده وتقرأ عليها كده وتقوم شرباها، تقوم رشاها وصلت لحضرتك. تكسر من الذكر والاستغفار داخل الشقة، تستعين بالله سبحانه وتعالى، وفي النهاية تضع أمامها يقينا بأن كيد الشيطان ضعيف وبأن يقينها بالله قوي يقهر أي شيطان ويقهر أي جن. وكان شيخنا دايما يقول كده، والله الجن والشيطان مظلوم معاكم. ليه يا مولانا؟ يقول ده ربنا يا مولانا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال على كيد النساء إن كيدكن عظيم.